السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسوش أخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. بعد إعلان زواجها فاطمة الزهراء لحرش تستمتع بشهر العسل رفقة زوجها. إليكم التفاصيل. تقاسمت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء لحرش تفاصيل رحلتها بجانب زوجها لقضاء شهر العسل بعد ساعات قليلة من إعلان زواجهما عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشرت فاطمة الزهراء لحرش مقطع فيديو لها رفقة زوجها عارض الأزياء نوفل بن موسى توثق من خلاله لحظة تواجدهما بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة مراكش. اوه حريشة فين مشيتي كنلقاك؟ هاك حريشة كولا داري كي وليت الحقيقة نوري ناري شكون انت يمكن عرفك هذه حرشة. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.